الرؤية الليلية نايت فيجن، مكان للارتيفاكت انه في النفق. رأيت لقد وشى مثل بيضة مكسورة. طلع السلاح لان ما ندري شنو الحين ينتظرنا في الجهة المقبلة ونطفر. اوكي واسخته وات ذا فك، قلت خطية وات. اوه اكس سكيلتون هاب افضل درع. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بيكم قناه العاب كونفوشيري وراكي جيمر. اهلا بيكم بالحلقه رقم 9 من لعبه ستولكر كلير سكاي. اوكي ان شاء الله بحلقه اليوم راح نروح نشوف العزيز الغالي، اوكي الاسير. بس قبل هاي اردت اطور هاي البذله بس ما قدرت. هنا على المود هاي راح ارجع للمستنقع. اوكي وين هو؟ يعني ما ادري ليش صار لونه اصفر. ووه صار التنقل بفلوس. اوكي ياب قعدوا استريحوا ما حاجة تقومون. طبعا اول ما اجيت اوكي وايد ناس كان عندهم شغل. اللي يريد 3 رمانات، اللي يريد ثلاث مخازن اي كي، هذا الكلهم سويت لهم المهام. بس هذا لان خلص الطلق مال الاي كي خلص. فهسه بعد ما سويت مهام جمعت لي صار 19000 بهاي المنطقة. من ورا المهام جمعت فد 4000 5000. ياب هسه اطور هاي البذلة. هناك ما ادري ليش ما يصير. اكو اختيارين، لو اطورها على انه هي درع ضد الرصاص، او اطورها بانه هي درع ضد الظواهر مثلا الاشعاعات والكيميكال. انا اريد انها يعني اكثر شغلة تقتلني هي الرصاص، فعلى المود هاي اطور هاي المود الرصاص على المود تحميني من الطلق. فهاي شجرة التطوير. اوكي يعني اذا طورت هاي توقف بعد، وهاي هم يعني هاي توقف. يعني المهم حتى اطور هاي لازم اطور هاي، وهاي حتى اطور هاي لازم اطور هاي. اوكي لو اطور هاي بس اطور الاشياء اللي تفيدني اول شيء قبل يخلصن فلوسي، لان فلوسي ما يكفن. نطور هذا. اوكي الرؤية الليلية نايت فيجن، مكان للارتيفاكت نايس. بعد شي اطور الارتيفاكت، مكان للارتيفاكتات مختلف عن هذا اللي مو من ضمن هذا الشجرة. اوكي نطور هسا. لو نطور هاي منو اول؟ انتجريتي دروبيليتي 4000 والله ما ادري. دروبيليتي نختار هاي، والله اي نختار هاي اي وحده من مهم. ما عندنا فلوس بعد 1800، وهاي تحتاج 4000 تولي. نطور او نصلح هذا نزيد المخزن ب 15 طلقة يصير 45 طلقة. نايس رجع الكاتم والناظور. وتخلصت من وايد رمان بالمهام، يعني الرمان بدل ما 200 اوكي صارت ب 1000 بعد شريت ب 500، يعني 3 رمانات اعتقد 3 رمانات 100 يصيرن. اوكي فانتم تشوفون لما اخليه عليه الماوس يطلع 350، بس لما نبيعها هما يعني شلون كلش يصيرون وياي وسخين. فهسه نرجع لمنطقتنا، راح اتعدى من هاي المنطقه كلها اجي هيك. طبعا هذا الطريق الاقصر من خلال الميليتري راح يجلدوني طبعا، وترجع لي هنا. فاشوفكم هناك. كورونا استغفر الله. الا قلت لك بس ما اقدر اطلع سلاحي هنا المشكله. اوه اخيرا رجعت يا اخي. نقضيها مشي. اوكي هنا نذب الطلق مالنا الزيادة اللي جبته من يم سيدروفيتش. اوكي لو هذا احتفظ بيه يفيدني. ليش خاله بالجنطة؟ شيش من هذا نايس. 3 من هذا على المود يكون وزننا.
قليل كلش. اوكي 34 الوزن ممتاز. قل له سيف. شيش مشكلة هذا ما يعرف يطور البذل. يا ابن شاب شاب. اوكي هذا بعد ما له تطويرات الاي كي. حتى هذا عندك ال اوه ليش دمجت؟ ها اول ما اجيت دمجت من الجيش الوسخين. وات ما عندي فلوس. ابيع لك فرد شي. What can I do you for? I don't get how much. لا ما sorry if I don't have what you're looking for. ياب ما عندي شي ابيع عليه. بيع رمانه بس على مود اقدر اصلح البذله. Got something. اوكي لان لما اخلي الماوس عليها شوي تعبان البدله لازم اصلحها. ياب صلحناها. عندي وايد رمان هنا. شيش نايس. هل انزل بعد؟ يابا انزل بعد. شيش اوه يا اخي ايش قد طلق عندي من هذا القوي. 258 طلقة من النوع الممتاز. نايس. هسه نقول له صديق وات اف وين راح؟ حلو خلينا نقول العزيز الغالي والله احسن من ناحية سرعة الاطلاق واقل من ناحية الريت اوف فاير. يولي بي هذا الطلق المقوي للمسدسات. يولي شيش. وين العزيز او هذا الزعيم مالهم؟ شوارب حلوه يا اخي. العزيز اوه هذا هو العزيز. رايت ما جرى لرفاقك ميتون وانت تبقى هنا. لن ياتي احد لينقذك. قل لي انت وين ضام الكيس؟ حسن ساخبرك ايها الوسخ. انه في النفق. رايت لقد وشى مثل بيضه مكسوره مدري ايش. روح لسيدروفيتش انه ينتظرك. سيدروفيتش شخصية اقدر اتعامل وياهم. هو ما جاي يقول لي اريد اساعدك يقول لي لا ما احتاج مساعدة بعدهم ما يثقون بي. فشنو نريد هسه؟ يقول لي خلي احرر هاي المنطقة. هذول ياهم البانديتس. حرر المنطقة. شيش خلي نشوف صديقنا الشريك. هاو كان اي لو لما يرفع ايده يعني يحتاج فرد شي. بس يا اخي ما جاي يحجون وات تف. اكو واحد برا لو انا اتخيل. واحد برا اعتقد. لا واحد جوا. يولون. ياب ما نعترف بشغله اسمها الابواب. طفر من فوق. اروح هناك هسه؟ اروح استكشف هذا الانومالي الجديد. يقدر ينتظر هذا البيت. خلينا نشوف نستكشف الانومالي. اوكي. نايس. استكشف الانومالي يمكن يطلع مهم. الانومالي هذا اذا طفرت هو بوابه. بكل اختصار انومالي بوابه يعني تطفر بي يذبك بغير جهه. اوكي شيش. عزيز دونت بي ا جيرك هوست. جاي يسوي هنا. المهم ياب اكو في الصندوق. نايس احتاج باندج يا اخي. ياب شبيك لبيك. لازم اطفر من فوق. شو اسمه اللي سيف. ياب شيش قل له سيف. هل نطفر داخله لو ما حاجة؟ لازم اطيح داخله يلا ينقلني اعتقد. هذا اذا كان هذا هو الانومالي اللي ياب استخدمت باندج جديد بدون فايدة. اذا ماكو شيء هنا ارجع لان مسوي سيف انا. شيش نايس.
باندجين. اوخ هاي مو باندج ميدكيت هاي اسمها. اوش الباندج هي اللي توقف النزيف. نعم ايه ماكو شيء. نرجع طلع السلاح لان ما ندري شنو الحين ينتظرنا في الجهة المقبلة ونطفر. اوه ياب بوابة هاي ما احتاج هذا. ان شاء الله كفرت شي بخير هنا. ياب هذا لا ما يتكسر. شكو هنا ماكو شي. ما اريد شدقن يا اخي رمانة. وات ما يستاهل ابد انه تجي هنا. ياب نايس 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 لا يستاهل. نايس مح يا الصراحة مح. وات احسب علي نقل لي رجعني. ميوتنتس يابي ميوتنتس. سيف ونركض نركض لان هذولي ما يشافون. واعتقد اكو فرتشي هنا. ياب اكو فرتشي هنا ونطفر. لا ما تعدينا. اريد اتعدى يا اخي. ماكو ثغرة تعدى من عندها لان اكو فرتشي هناك. اكو فرتشي هنا ما مبين شي مهم بس يا اخي الفضول. ما جاي اقدر اتعدى. شيش وات هناك شبيبة. ما ادري اذا اعداء او اصدقاء. وما جاي اقدر اتعدى. ما ادري ليش ما جاي اقدر اتعدى. عجيبين يا اخي. نروح نحرر ذيك المنطقة. وين هي؟ ياب هاي هي المنطقة. نايس. المفروض اقلل للشبيبة يجون وياي بس للأسف ماكو تنسيق بيناتنا. شكو هنا ماكو هني ماكو شي. Squint, this is Valeria. Where on earth have you been for the last two days? We got a sticky situation here and every gun counts. ياب شيني جاي احجي ما ادري. Return item. Anomalies are blocking the way and we're trying to find a way around them. What? وين يا منطقة يحجي عنها؟ هنا هنا انا collect the loot. اكو عدو صدق هنا نسيت طيح حظه. مو عدو بس يعني شلون ما عنده سلاح هذا الميليتري. طفي اللايت حيطلعون باي لحظه. مفروض اجيلهم من بعيد يعني سلاحي دقيق ما يحتاج اخاطر. وات اجعلهم يدفعون الثمن. والله خرشني. لو تلاحظون ما سوالي بليدينج. ليش ما سوالك بليدينج حسن؟ خل اروح بعيد عنهم لان انا ميزتي انه اكون بعيد المدى. ليش اروح بصفهم؟ اوه رمان الوسخين. ابلع ابلع ابلع. نبى من الطلق الممتاز جارمي عليهم. تخيل على بانديتس مساكين اشفق عليهم. نعم مع انهم بانديتس. ابلع. تشوفون الدقه شباب جاي يشوفون الدقه لو لا؟ شنو العدو الموجود وراي؟ ميوتنتس. ميوتنتس يعني ما يقدر يحاصرني اذا طيحت. او 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 لا لا صديقي مزيانك. مزيان مزيان عليك. مزيان صحتك هيك تحاول تفاجئني. اوكي شدقن على مود هاي قلت خليه تراجع لان اللي عندهم شدقن ميزتهم ان يكونون بصفي ويطيحون حظي. اذا رحت بعيد عنهم خطيه يظلون يبكون. نايس نايس. ماكو شي. شيش يا اخي اللوت بهاي اللعب بهاي الجزء احسه اقل يعني. نايس نايس. شو سويت هسه؟ اوه
هو شوف كنت افكر يعني انا من سويت الحركه. اوه دروب اول دروب دروب ياب. اوه لقد طيحت حظهم حرفيا. اريد ياب هو هذا اريد ميد كيتس. محتاج الميد كيتس. يصير عندي طلاق ما احتاجه. اوكي نايس والله لقد طيحت حظهم حرفيا. يعني كل طلقة طيح بيها واحد وها هي خلصنا. شيش اعتقد هسه ينطيني فلوس طبعا. هنا يقول لك اكو سلاح ضايع روح جيب لي اياه. وهنا يقول لي كولكت اللوت. اوكي اوكي اذا لحقت لحقت. اول شيء اخذ هاي هنا بروح لللوت. شيش هو الكل مهمة اوكي لها وقت وتنتهي بي. مثلا مهمتي 3 ايام ما جبت لي الشغله اللي اريد انها حتى لو تجيبها ما اقبل بعد. اوكي يعني 3 ايام وتخرب المهمه. شيش هاي كل ما اسوي سيف لازم شوي توقف اللعبه شيء طبيعي. اوكي اعتقد قدامنا انوملي. اعتقد ان شاء الله نحصل اوكي ان شاء الله نحصل ارتفكت بخير. اشعة اشعاعات او يب هذا هو. وين هو ديتكتر يريد مستشعر. مستشعر اللي عندي طبعا احسن واحد فاليس ديتكتر اسمه مستشعر فاليس. اوكي نايس نايس. ليش وزني وزني اوه هذا اني وزني كلش كلش عالي. لازم اتخلص من شوية لوت. نايس نايس الوضع هسه مية مية. نخلي هنا شوية لوت. نخلي 8 من هاي ادري جيت من هاي. شيش اوه رمان زايد اقول شنو زايد. ويا هو اللي سالني على الشغله. I'm listening. اعتقد هذا هو كان هيلب يو. اكو واحد راد ديتكتر عجيب. جلاسيف بي find the upgrade find the هذا اعتقد يريد الديتكتر. لوكي ديتكتر ياب هذا يم سيدروفيتش الوسخ خنزير يخبل ياب ياكلهم خنازير. got something to sell ياب. I'm here about the bandits loots. I look. Oh, طاني فلوس. Come back later. I might get a new shipment. شيش. يقول لي تعال بعدين. احتمال تلقى شغلات حلوة. هذا السلاح ما يستاهل. دقة مالت السلاح أهم من سرعة الإطلاق بالنسبة لي. شيش. What can I do? ما أعتقد عنده شيء يقدر يسوي. أهم شيء الملابس. بس ما جاي يفيدني صراحة. المهم. اوف صدعت. يقول له بي نروح لهذا. يقول لك كوليكت لوت. اكو فد واحد من الجيش احتمال شارد من الجيش ما عنده ولا اسلحة ولا شيء. اوكي شيش تعال خلنا نحكي وياه يمكن عنده شغلة او كان اي هيلب يو. ما عنده شيء نايس. هذول كل شوي يهجمون عليهم الوحوش احتمال كبير ينعلسون. So
So tell me. يرفع ايده يعني يحتاج شغله. بس لانه مو صديق. اوكي لانه وسخ. قل له سيف. اوكي هذا الجسر بس راح تيجي موجة اشعاعات هنا. اوكي يابا اشعاعات قوية. هذا الجسر عليه فرتشي لوت. اوكي ها حذر حذر. حذر الجسر قال. فهذا الحصانة كتله لو لا اذا ظل بوحده مكانه ياب هذا هو تعال حيوان راح يجينا اف يو جاي يحكي لي قصته اوكي نعتبر واسخته واتف قلت خطيه واتف والله قلت خطيه حرام لا وصاخة هاي ترى من عندك عجيب يا اخي لو اريد الوت يا هذا هو هذا الكيس انا انتظرك يا مارك دوان واسخ عود كنت اريد اخليه عايش الواسخ لما نقول له بي هذا ميوتنت جاي يهجم على صديق لازم انقضه هذا شلون قلتها؟ شيش تعالوا لي لا تقتلون صديقي ما فجر فجرت بالوقت الغلط صديقي ابلع بالخدمة صديقي لا شكرا لا شي وات سالفته هذا ياب هذا هو time to relax your sphincter ياب ياب الوقت للاستراحه ما ادري تعال خلي احكي وياك هاو كان اي هيلب يو وات هذول اللي جاي يصيدون اعتقد اوكي ما ادري براسهم مهمه اوكي هذا وين اللي حيروح انكمبانس ان تراش تراش وين هو التراش؟ يعني وين رايحين بالضبط؟ يمكن رايحين هنا أنا. اوكي؟ احتمال. لونهم من يصير باهت يعني عندهم فرتشي رايحين يسوونه. لو جايين هنا، لو جايين هنا. ما ادري والله. اوكي حتى هناك تحركات. وات تراش ميوتنتس. عجيب كل هذول جاي يتحركون بنفس الوقت. جاي يسوون فرتشي او عندهم فرتشي. هذولي هم العزيز وينه؟ اوهوهوهو اكزا سكيلتون هذا افضل درع او اقوى درع للطلق اوكي؟ هاي هي موازنة جاي احكي وياك لا تنسى انا احتاج هذا الكيس نايس شيش يا اخي got to work اقلك عندك شغلي تيل يا باك روكي او ماتش هسه انا مهمتي كل اختصار اوكي جاي ينطوني شغلات والله هذه اشكالات حلوه هنا ما ادري انا جاي اخليه وانسى والله عجيب وضعي ما ادري جلتش هذا اوكي مهمتي احاول اوقف الموجات الاشعاعيه عن هذا عن انه تطلع بعد هذا الدكتور مالتك خلصنا اوكي ام ليس ان انجلش المهم حاول اوقف الموجات وحتى اعرف شلون اوقف الموجات لازم اروح للمركز للمفاعل اوكي احتمال ستيرلوك اللي هو بشادو في تشيرنوبل هو السبب فلازم اوقف عن انه يروح هناك شيش شيش كود طلق خل اشيل وياي ليش لا تخلص من هذا تخلص من هذا اربعة من هذا ما عندي ذقل بعد خل اشيل هواي طلق ليش لا نايس شكرا لان رجعت لي شو اسمه يو بين
How much? يا يريد يبيع علي. المهم عندك هذا الدرع. درع مالي ممتاز. اي المهم ما عندي شيء ابيعه علي. نايس. حاليا سلاحي افضل سلاح ودرعي افضل درع. هنا انا مدمج هذا الدرع اعتقد. اي المهم يلا في مال العزيز الغالي. ما راح يرفع ايده مثل ذاك الجزء السابق. اعتقد لازم نخلص او وات ميوتنتس. ميوتنتس عندك العزيز الغالي فار اوتبوتس يريد يجي هنا اعتقد. بس الحين علس هسه احتمال لازم اروح اساعده انه ينطيني فلوس وراها. ماكو شي ببلاش. شيش تريدني انقذ صديقك؟ I'll try. يابا اعتقد يقول لي انقذ صديقي مو؟ روكي وولف باذر فولف ياب 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 يقول لي روح انقذ صديقي مو؟ بهاي الجهة؟ لا يقول لي هنا لا اريد انقذ صديقنا هنا. هات كتلة كلاب. اوح والله مجموعة كبيرة. شو الفايدة من وجودي ها؟ مات مات كلب مات شبع موت. شيش ما يسوى ما تسوى الجاية. اي ليش وجودكم هنا شنو معناته؟ How can I help you؟ يقول لي العزيز الغالي تعال هنا وبانديتس. يا بانديتس لازم اطيحهم. اوكي نايس. اعتقد لازم اني الحلقه هسه. اوكي شباب واللي هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا لنا باللايك والاشتراك. شوفكم باكر الساعه 7 بالليل ويا لعبه ستولكر كلير سكاي. يلا باي.